قال لي في عام 55 راح مولود قاسم الله يرحمه بعثته الثورة لليمن، استخدم واحد يقول عبد الرحمن الأرياني. عبد الرحمن الأرياني هذا وصل لأنه في 67 كان رئيس حكومة اليمن. في 56 كي تلاقى مع مولود قاسم اللي راح يشرح له أهداف الثورة، قال له اسمع نوصيك راكم لما توصلوا المفاوضات مع فرنسا راح أقول لكم الصحراء راهي غير قابلة للنقاش، رانا ما نخرجوا لكمش منها. يعني قلت له وش هذا؟ داير عمامة ولا لا يخرف هذا وش راهي وش راهي فرض هذا؟ يا رحت للجماعة قلت لهم تعجبها التحليل يقول لي وش راهي فرض هذا؟ وش الكلمة هذا؟ وش يعرف؟ وش قالوا هذا في الأريان؟ قالوا الصحراء هي دائما محضر الأنبياء والرسل وهي خزان الثروات. قال كي لحقنا المفاوضات ايفيون واش وقع؟ فرنسا واش قالت الوفد الجزائري اللي كان يرسم كريم القاسم؟ قالوا لهم الصحراء خط احمر غير قابل للنقاش، الصحراء لينا تاع فرنسا. ثم ضرب لهم في الدماغ، صار هذاك السيد اللي قال لنا مولى العمامة تاع 55 كان حكيم، كان رجل يشوف المستقبل. كنا احنا معنا ضايقين، يعني وش معناها هذا؟ انه الانسان ما يستهينش بالاشياء هذه. الغربيين عندهم فكر يخطوا باش يدمرونا، كما هم دايرين الان داروا القاعدة وداروا داعش. انتم تتصوروا يعني دولة داخل دولة بسلاحها بدباباتها بالمال يجي يصب عليها من كل جهه والسلاح يصب عليها من كل جهه، منين جايه؟ هم اللي دعموا فيها، هم اللي دعموا فيها يا اخواني. ولهذا احنا باش نحافظوا على هذه الدوله الوطنيه، دوله الشهداء والمجاهدين ودوله المقاولين ودوله الفدائيين ودوله الوطنيين ودوله الاحرار والحرات، لازم كل واحد منا يكون عنده دور اساسي في انه ما يسمعش ابدا حتى اذا وقعت خلافات بيناتنا، ولكن ما يلزمش تكون خلافات اللي تخلينا الانقسام يكون عامل ضرب لوحدتنا الوطنيه وانقسام شعبنا. نرجع للاخ اللي قال لي علاش الدوله تقريبا ما تقومش بكتابه التاريخ مثل ما كان يوقع في ما كان يعرف في الثمانينات بملتقيات كتابة التاريخ اللي كانت تشرف عليها وزارة المجاهدين والمنظمة الوطنية للمجاهدين. أنا كنت حضرت كثير من الملتقيات اللي كان يشرف عليها الإخوة سيسري على ربي يرحمه وغيره من المجاهدين، ولكن النتيجة اللي توصلنا بها فيما بعد، التاريخ ما تقدرش تبدو يا جماعة. التاريخ هذا ممكن فيه تاريخ رسمي يتدون، لكن الدولة توفر المؤسسات، الدولة توفر الوسائل، الدولة توفر المال للبحوث، الدولة توفر جلب الوثائق من الخارج لمسروقة، الدولة توفر الوثائق اللي داتها تركيا أثناء الخلافة العثمانية مثلا. هذا هو دور الدولة. أما أن الدولة تكتب، ما يصبح تاريخ، تاريخ علم قائم بذاته يترك لأهله. الدولة تجمع لك شهادات المؤرخين في مركز مثلا للبحوث التاريخية، وتخلي المجاهدين هذولا يقعدوا نهار ولا نهارين وهم يتكلموا وكلام نتاعهم. يعني الحاجة أنا مع احترامي ليه، أقول عرف في 80 راه يشفع على كل بحث اللي خلى ولا بتتابع، مش مستحيل ممكن يشفع على 20% على 30%، وممكن يقول هذه حقيقة وهذه ممكن ما كانتش هي الحقيقة. ولذلك يجمعوا الشهادات، ويجيبوا الشهادات مكتوبة من عند من الأرشيف الفرنسي، ويحكوا على المؤرخين، والمؤرخين هم وحدهم اللي يكتبوا المادة التاريخية، ما ينعزوا لا النقرة لا الدلاعة لا سدرحان لا المسعد لا الجبهة لا تيزي وزو لا الترسان،
يكتبوا تاريخ الجزائر كما هو، لأن التاريخ نتاعنا كلنا نسالوا فيه، ربما نقولوا فيه منطقة يعني خدمة أكثر من غيرها يمكن، لكن باش نقولوا هذه المنطقة ما خدمت شو هذه خدمت. يوم 6 نوفمبر كنت في قاعة زيدون في الجزائر العاصمة، ودير ندوة حول الثورة، سألني طالب القاعة وكانوا معايا زوج مؤرخين وأنا لا داعي للمؤرخ، قال له أستاذ